تم عقد جلسات بالمعتمديات تحت إشراف السادة المعتمدين لدعم المجهود المحلي، حيث تم جمع حوالي 1700 قفة سينتفع بها 1700 عائلة بمبلغ جمري يناهز 77,000 دينار. فما مجهود إضافي جانا مع عند رئاسة الجمهورية خاص إلى ولاية نابل 50 قفة بقيمة 80 دينار القفة الواحدة، أي باعتمادات حوالي 4000 دينار.